بسم الله الرحمن الرحيم. اول توبيك هنبدا بيه النهارده ان شاء الله بروتكشن اند برايفت فيلينز. نمسك الاول واحده واحده. ايه بورت بروتكشن ده؟ تخيلوا مثلا ان انا عندي دلوقتي شبكه زي كده، تو سويتشز متوصلين ببعض، وعندي هنا كونكتد عليها مجموعه من الاجهزه اي بي سي دي. جهاز A B C D، ده سويتش 1 ده سويتش 2، تمام. وجيت انا بعد كده عملت كونفيجريشن لجهاز A ان هو بروتكتد. بروتكتد ده تأثيره هيبقى ايه؟ اي تو بورتس نوعهم بروتكتد مش هيقدروا ان هم يوصلوا لبعض. اي تو بورتس كونكتد مش هيقدروا يوصلوا لبعض. معنى كده ان لو A و B الاثنين مثلا بروتكتد، لو الاثنين دلوقتي بروتكتد A و B، يبقى ساعتها جهاز A مش هيقدر ان هو يوصل لجهاز B. فتاني لو انا عندي 2 بورتس دلوقتي حالتهم بروتكتد، جهاز A مش هيقدر ان هو يوصل لجهاز B. لكن لو في مثلا هنا جهاز كمان مثلا E وحالته unprotected، الجهاز البروتكتد هيقدر يوصل لل E عادي، وال B هيقدر يوصل لل E عادي، لكن ال A وال B مش هيقدروا ان هم يوصلوا لبعض، تمام. طيب ليه بنعمل حاجة زي دي؟ افرض دلوقتي ان انت شغال في الشركة مثلا وعندك اتنين موظفين بيلعبوا جيمز مع بعض مثلا طول ما هم قاعدين في الشركة، انت ممكن تيجي على الاتنين دول تحطهم في البروتكتد، يبقى ساعتها الجهازين دول مش هيقدروا يوصلوا لبعض. او سيناريو تاني، لو انت عندك في منطقة مثلا دي ام زي وعندك مثلا تو سيرفرز او كذا سيرفر كونكتد مع بعض على نفس السويتش، مثلا سيرفر زي www سيرفر، تمام. السيرفر ده لو بقى كومبرومايز هيبقى في البروتكتد لوحده، مش هيقدر يوصل لاي سيرفر تاني، لانك هتخلي كل سيرفر اساسا بروتكتد عن التاني. بس في مشكله عندي ليميتيشن في البروتكتد فيتشر، ان البروتكتد ده بيبقى لوكالي سيجنيفيكانت على السويتش. بمعنى لو انا جيت دلوقتي على السي وعملته هو كمان بروتكتد، ساعتها جهاز A هيقدر يوصل لجهاز C عادي جدا. يبقى في السيناريو ده A هيوصل لB، تمام. طب تعالوا مثلا نخلي دي هو كمان بروتكتد، يبقى جهاز A هيوصل للB لانه مش بروتكتد، جهاز A هيوصل للC، جهاز A هيوصل للD رغم ان هما بروتكتد زي بعض بس كل واحد على سويتش مختلف. طيب جهاز B هيوصل لهم كلهم عادي. طب جهاز C هيوصل لمين؟ جهاز C هيوصل للB وهيوصل للA، لكن جهاز C والD مش هيقدروا ان هم يوصلوا لبعض لانهم بروتكتد على نفس السويتش، تمام. تسيميوليت بقى الكلام ده، نبص كده شوية بقى في التوبولوجي بتاعنا. هفترض دلوقتي ان السويتش ده سويتش عادي، وهفترض ان سويتش 2 وسويتش 3 وسويتش 4 هتعامل معهم كانهم اندي ديفايسز. فهاجي على بورت ايثر 1 اوفر 2، هاجي عليه تحت واقول له نو سويتش بورت عشان اتعامل معاه كانه راوتد انترفيس، وهاجي على البورت اللي وصلني بسويتش 4 اللي هو ايثر 0 اوفر 1، البورت ده 0 اوفر 1، واقول له برده نو سويتش بورت، واجي على البورت 1 اوفر 3 هتعامل معاه برده البورت ده، هتعامل معاه كانه هو سويتش بورت او راوتد بورت عن طريق نو سويتش بورت، تمام. وابدا ان انا احط لهم اي بيات، احط لهم اي بيات كلهم في نفس النتورك زي مثلا 10 اوفر 24، ده هديله دوت 2 دوت 4 دوت 3، تمام. وسويتش 1 هكريت عليه بس اي فيلين زي مثلا فيلين 10، واخلي كل الانترفيسز اللي كونكتد باجهزه الكمبيوتر دي، او بمعنى ادق السويتشز اللي انا اتعاملت معاها كانها اجهزه كمبيوتر، هحطها كلها في نفس الفيلان فيلان 10. يعني بورت ايثر 1 اوفر 2 تبع فيلان 10، ايثر 0 اوفر 1 تبع فيلان 10، ايثر 1 اوفر 3 تبع فيلان 10. نعمل بقى الكونفيجريشن دي كده. سويتش 1 هكريت الاول فيلان 10، وادخل تحت الانترفيس فيلان 10 واقول له اي بي ادرس، واجي على البورت اللي رابطني بسويتش 2، احنا اتفقنا ان انا هنزل تحت ايثر 1 اوفر 2 واقول له نو سويتش بورت، وطالما قلت له نو سويتش بورت اقدر ان انا اديله اي بي ادرس.
بتتكلم على سويتش 3 انترفيس اسر 1 اوفر 3 نو سويتش بورت اي بي ادرس 10.3 على سويتش 4 انترفيس اسر 0 اوفر 1 نو سويتش بورت اي بي ادرس 10.4. عايزه اتست كده على الكونكتيفيتي بدل ما اروح على سويتش سويتش وابدا ان انا اعمل عليهم كونفيجريشن. انا ممكن اسند الترافيك ده لكل سويتشز نسند برودكاست على كل سويتشز. تكون لسه الشبكة بتكونفرش. one more step بس هي اللي ناقصلنا، ان انا بس محتاجة ان انا اعمل ايه، انزل تحت الانترفيسز واخليها تابع فيلان 10. دي الخطوة اللي ميسنج عندي عشان اخليهم كلهم تحت نفس الفيلين. يبقى هنزل تحت الانترفيس انترفيس رينج اسر 1 اوفر 2 اسر 1 0 اوفر 1 ده اللي ربطني ب4 اسر 1 اوفر 3 ده اللي ربطني ب3 واقول له سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلين 10. شوف فيلين بريف، كل الانترفيسز عندي دلوقتي تبع فيلان 10. بدأ يظهر عندي كونكتيفيتي. لا دي سوري، ده كنت ببلغ عن نفسي هنا 10.0.0.3. تاني يلا بسم الله الرحمن الرحيم. جاست بس اللي حصل قدامنا كالعادة مشاكل الاي او يو، دلت بس اللينكس ما بين التو سويتشز تمام وضفتها تاني. جيت بعد كده بينج الدنيا شغالة. فلو جيت اسند دلوقتي بينج برودكاست ما بين السويتشز كلها وبعضيها بينج 255255255255 المفروض ان الدنيا كلها دلوقتي شايفة بعضيها، لاني ما عملتش اي configuration لسه لبروتكتد. سويتش 1 قدر يوصل لاتنين وتلاتة واربعة، اتنين تلاتة واربعة. سويتش 2 قدر يوصل لواحد وتلاتة واربعة. سويتش 3 قدر يوصل لواحد واربعة واتنين اهو، وسويتش 4 قدر يوصل لواحد واتنين وتلاتة تمام. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هاجي على سويتش 1 هخلي البورت ده نوع بروتكتد والبورت ده نوع بروتكتد. وللدقة البورت اللي هو 1 اوفر 3 هخليه بروتكتد و 1 اوفر 2 هخليه بروتكتد. وبالتالي تأثير ده هيبقى ايه؟ ان سويتش 2 وسويتش 3 مش هيقدروا يوصلوا لبعض، لكن هيقدروا يوصلوا لسويتش 4 وسويتش 4 هيقدر يوصلوا معي. نكونفيجر ده كده، هاجي على سويتش 1 هنزل تحت الانترفيس اسر 3 اوفر 1 سوري هعمله مره واحده وخلاص. انترفيس اسر 1 اوفر 3 واسر 1 اوفر 2 دول التو انترفيسز اللي ربطني بسويتش 2 وسويتش 3. واقول له هنا سويتش بورت بروتكتد. لو انا جيت دلوقتي هنا على سويتش 2 او تعالى نسند برودكاست عليهم كلهم مره واحده وخلاص برودكاست سويتش 1 هيقدر يوصل لهم كلهم عادي، سويتش 2 هيقدر يوصل لواحد واربعة، سويتش 2 هيقدر يوصل لواحد واربعة لكن ما قدرش يوصل لتلاتة، سويتش 3 هيقدر يوصل لواحد لاربعة لكن مش هيقدر يوصل لاتنين، سويتش 4 هيقدر يوصل لهم كلهم عادي تمام. ده الفيتشر بتاع البورت بروتكشن. بس في شوية ليميتيشن عندي اساسا في البورت بروتكشن. اول ليميت عندي ان الكلام ده بيبقى لوكالي سيجنيفيكانت على مستوى السويتش زي ما اتفقنا. بمعنى لو انا عندي تو انترفيسز نوعهم بروتكتد على تو ديفرنت سويتشز هيقدروا يوصلوا لبعض عادي ما فيهاش مشكله تمام. في عندي مشكله كمان ان البورت بروتكشن ما بيقدرش ان هو يمنع الداتا اللي ريليتد بالانون يونيكاست وبالمولتي كاست. يعني اي ترافيك دلوقتي نوعه انون يونيكاست
على التوبولوجي ده ما بين السويتش 2 والسويتش 3 اي ترافيك انون يونيكاست او ان او مولتي كاست او حتى لو برودكاست هيوصل لبعضه عادي جدا مفيش مشكله. ليه؟ علشان عن طريق اساسا الانون يونيكاست ده بنبلد اساسا للماك ادرس تيبل. تمام. طب لو انا عايزه دلوقتي امنع فيتشر زي ده في امر هوريكم السنتكس بتاعه بس الامر اللي على الاي او يو مش سبورت كده. هتنزلوا تحت الانترفيس رينج وتقول له سويتش بورت مسافه بلوك، هو لو استخدمت الهيلب ما عنديش هنا اوبشن اسمه بلوك. تمام. في موديلات بعض الاي او اس بتسمح لي بالامر ده، هقول له بلوك، ولو استخدمت ساعتها الهيلب هيديني تو اوبشنز، اوبشن مولتي كاست والاوبشن الثاني يونيكاست، واليونيكاست هنا المقصود بيه بالانون يونيكاست. تمام. ده الفيتشر بتاع البورت بروتكشن. طيب ندخل بقى في البرايفت في لينز. هنرجع تاني نرجع كل حاجه على ديفولت، فهدخل هنا تحت الانترفيس رينج واشيل البورت بروتكشن تو فيريفاي، المفروض دلوقتي ان انا هلاقي سويتش 2 وسويتش 3 هيقدروا ان هم يوصلوا لبعض. فعلا سويتش 2 قدر يوصل ل3 وسويتش 3 فعلا قدر يوصل ل2. تمام. نشوف بقى ايه حوار البرايفت فيلينز. بسم الله الرحمن الرحيم. البرايفت فيلان معناه ان الفيلان الكبيره بتاعتي بنسميها البرايمري فيلان، الفيلان الاصليه، وبالمناسبه برضو اندلت هنا ليها خلاص نو فيلان 10 ونو انترفيس فيلان 10 خلاص مش محتاجين. تمام. حوار بقى البرايفت فيلان فكرته ايه؟ ان الفيلان الاصليه بتاعتي بنسميها برايمري فيلان، برايمري فيلان، اقدر ان انا انترنالي جواها اقسمها لاكتر من فيلان. يعني على سبيل المثال هفترض ان انا قسمتها دلوقتي لفيلان، ادي سب فيلان الثانيه الثالثه الرابعه. ايه هي انواع الفيلانز اللي هي بنسميها سكندري فيلان؟ سكندري فيلان. يبقى البرايمري فيلان اقدر اقسمها لاكتر من سكندري فيلان. ايه هي انواع السكندري فيلانز؟ نوعين. النوع الاولاني ايزوليتد، النوع الثاني كوميونيتي. ممكن ان انا اقريت اكتر من كوميونيتي. وبالنسبه للايزوليتد هو انا اقدر ان انا ككونفيجريشن اقريت اكتر من ايزوليتد، بس نو نيد، only one isolated villain يعني more than enough بالنسبه للسويتش، كفايه قوي isolated villains. ايه الفكره بتاعتها؟ ان كل الانترفيسز اللي مربوطه عندي بالايزوليتد فيلان ساعتها او الريليتد يعني او المابد بالايزوليتد فيلان، كل كاس فيهم مش هيقدر يوصل للتاني. يعني انا لو عندي دلوقتي كاس A متوصل هنا بكاس B، A و B مش هيقدروا ان هما يوصلوا لبعض. طيب بالنسبه للكوميونيتي هفترض دلوقتي ان انا عندي هنا C و D، كل فيلان مبدا عليها اتنين انترفيس، ده مثلا سي دي اي اف جي اتش، ساعتها السي والدي هيقدروا يوصلوا لبعض عادي مفيش مشاكل، الاي والاف هيوصلوا لبعض، الجي والاتش هيقدروا ان هما يوصلوا لبعض طالما كل اتنين فيهم اساسا جوه نفس الكوميونتي فيلان. لكن اي بورد ماب لكوميونيتي مش هيقدر يوصل لاي بورت ماب لكوميونيتي تانية. يعني على سبيل المثال السي والاي مش هيقدروا يوصلوا لبعض. ده المفهوم بتاع مين؟ البرايفت فيلينز. تاني البرايمري فيلين بقدر ان انا اقسمها لوجيكالي من جواها لاكتر من سكندري فيلين. ايه هي انواع سكندري فيلين؟ يا اما كوميونيتد، يا اما سوري كوميونيتي، يا اما ايزوليتد. ايزوليتد معناها ان كل بورت مربوط بالايزوليتد مش هيقدر يوصل للتاني، كوميونيتي ان كل بورت مربوطين بنفس الكوميونتي يقدروا يوصلوا لبعض، لكن كوميونتي وكوميونتي ما يقدروش يوصلوا لبعض. تمام. ممكن نعمل سيناريو زي ده في ايه؟ على سبيل المثال مثلا لو بتعمل امبلمنتيشن لاوتيل ولا حاجه الفندق، ومثلا كل كاستمر عايز يبقى يطلع انترنت عادي، لكن في نفس الوقت الداتا بتاعته ما تكونش مربوطه، او ما يقدرش يعني اي كاستمر في الاوضه اللي جنبيه يقدر يدخل على الداتا بتاعته. تمام. ساعتها ممكن ان انا اخلي كل اوضه من اوض الفندق في ايزوليتد، يعني في ايزوليتد بورت لوحدها. تمام. وفي نفس الوقت هنشوف دلوقتي ازاي ان كلهم في النهايه هيقدروا ان هم يوصلوا على الانترنت عادي عن طريق الراوتر. ده فور اكزامبل مثلا.
على اساس ان انت في الفندق كسلت ان انت تعمل اكتر من فيلان وحطيتهم كلهم في فيلان واحده بس وخلاص، يبقى ساعتها تعالى على كل بورت خليه في ايزوليتد لوحده. تمام. طيب بالنسبه للبورت بقى مودز، انواع البورت اللي ممكن تقابلني، بورت مودز، اول نوع فيهم بنسميه بروميسكس والتاني بنسميه هوست. الهوست هو ذات نفسه من جواه في نوعين، ممكن يكون مربوط بالكوميونيتي وممكن يكون مربوط بالايزوليتد او كوميونيتي. نمسك بقى واحده واحده. ايه حوار البورت مودز ده؟ دلوقتي كل الاجهزه اللي قدامي دي محتاجه ان هي تطلع الانترنت، فانا هاجي على بورت على السويتش ده. خدوا بالكم من حاجه، الرسمه دي كلها عباره عن وان سويتش، تمام؟ فانا هاجي على السويتش ده كله على بعضه واربطه اساسا ببورت على الراوتر. مين اجهزه محتاجه ان هي تطلع الانترنت؟ اكيد كل الاجهزه. يبقى البورت ده ساعتها بنعمل له كونفيجريشن ان هو بريمسكس. بريمسكس نكتبها افضل، بريمسكس. طيب والانترفيسز اللي ربطاني باجهزه الكمبيوتر بنخلي نوعها هوست، سواء الهوست ده مربوط اساسا بايزوليتد فيلان او بكوميونيتي فيلان. تمام. الميزه بقى اللي موجوده عندي اساسا كمان في البرايفت فيلان ان اساسا الكونفيجريشن دي ينفع ان انا انقلها عن طريق في تي بي فيرجن 3، وهنشوف الكلام ده النهارده ان شاء الله. دي حاجه. حاجه تانية ان اساسا الكونفيجريشن دي ممكن ان انا اقدر اطبقها على اكتر من سويتش. بمعنى هفترض دلوقتي ان انا عندي هنا تو سويتشز، سويتش 1 مربوط بسويتش 2، وعندي هنا مجموعه من البورتس، ده ايزوليتد كوميونيتي، ايزوليتد كوميونيتي، سويتش 1 سويتش 2، واكيد طبعا في النهايه متوصلين ببعض. هفترض ان ده ايزوليتد وده برضو ايزوليتد، ده كوميونيتي وده هفترض مثلا ان هو في ذا سيم كوميونيتي، كوميونيتي فيلان 200 مثلا، وده في ذا سيم كوميونيتي فيلان ساعتها. وعندي طبعا بورت هنا ده برمسكس رابطني بمين؟ بالراوتر. عادة الراوتر اللي رابطني او البورت اللي رابطني بالراوتر ده اللي بنعمل له كونفيجريشن ان هو برمسكس. الايزوليتد دي هتقدر توصل لمين؟ هتقدر توصل للراوتر بس، مش هتقدر توصل لاي حد تاني. طيب مثلا الكوميونيتي دي هتقدر توصل لمين؟ هتوصل للراوتر وهتقدر توصل للكوميونيتي التانية. طب بالنسبة للايزوليتد هتقدر توصل لمين؟ للراوتر بس. يبقى مفيش ايزوليتد تقدر توصل لايزوليتد، على عكس البورت اللي كنا او البروتكتد البورت بروتكشن اللي كنا اتكلمنا عنه. لو التو انترفيسز اصلا على تو سويتشز مختلفين والاتنين نوعهم بورت بروتكشن هيقدروا يوصلوا لبعض لان الكونفيجريشن لوكالي سيجنيفيكانت. تمام. قبل ما نبدا بقى في الكونفيجريشن، لو في اي اسئله في الجزء ده عشان نبدا نعمل الكونفيجريشن هنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بقى كده كونفيجريشن. نفس التوبولوجي اللي احنا عملناه، فين؟ تمام. نفس الكلام، سويتش 1 ده دلوقتي انا هتعامل معاه كانه سويتش، سويتش 2 سويتش 3 سويتش 4 انا هتعامل معاهم كانهم راوتد انترفيس عشان افيريفاي شو معلومات عن الانترفيس. اثر 1 اوفر 2 سويتش بورت قال لي ان السويتش بورت حالته دلوقتي عليه ديسيبلد. تمام. اول خطوه بقى في الكونفيجريشن علشان ابدا ان انا اعمل البرايفت فيلانس، اول خطوه ان انا بحول السويتش بتاعي لترانسبيرنت مود، بحوله لترانسبيرنت مود. او ان انا دلوقتي لو كنت شغاله في تي بي فيرجن 3، الفي تي بي فيرجن 3 يبقى انا ساعتها مش محتاجه ان انا احوله لترانسبيرنت. خلينا واحد واحد ونعمل التو او التو سيناريوز ان شاء الله. يبقى اول حاجه هنعملها ايه؟ هاجي هنا اقول له الفي تي بي مود ترانسبيرنت. ليه عاملينها ترانسبيرنت؟ لان اغلب الكونفيجريشن هو مش ماست، بس يعني اغلب الديزاينرز لما بيعملوا ديزاين للشبكه في الموضوع ده بيخلوا قيم البرايفت فيلانز اساسا في المود بتاع الاكستندد، في المود بتاع الاكستندد. وطالما في الاكستندد انا ما اقدرش كاريت اكستندد فيلانز اساسا الا لما يكون السويتش بتاعي نوع ترانسبيرنت. طب تعالوا دلوقتي كده نظبط الفيلانات اللي احنا هنعملها. انا هاجي هنا على برايمري فيلان، طبعا فيلان 10 دي احنا اوريدي دلتناها خلاص. تمام.
هاجي على البرايمري فيلين هخليها فيلين 100. لا ما احنا اتفقنا يا اما في تي بي فيرجن 3 يا اما احوله لترانسبيرنت سويتش. لو انا عملته اساسا في تي بي فيرجن 3 نو نيد ان انا احوله لترانسبيرنت سويتش. هنعمل التو سيناريوز ما تقلقوش. تمام هخلي دلوقتي البرايفت فيلين هي فيلين 100 وبالنسبه للايزوليتد فيلين هخليها فيلين 200. وزي ما قلت لكم انا ممكن اكريت اكتر من ايزوليتد بس نو نيد. يعني ليه اعمل اكتر من ايزوليتد؟ ما كل بورت على الايزوليتد اساسا. طب اخلص بس وبعد كده هاخد اسئلتكم بس عشان ما اتلخبطش في النص. تمام كل البورتس اللي كونكتد بالايزوليتد اساسا مش شايفه بعضيها فانا مش محتاجه لاكتر من ايزوليتد واحده بس. انما ككونفيجريشن ينفع اعمل اكتر من ايزوليتد. زي مثلا الكوميونتي هخليها فيلين 300 والكوميونتي الثانيه هخليها فيلين 400. كفايه قوي ان انا اعمل اثنين كوميونتي اتست عليهم. تمام فدلوقتي الثاني هعمل سويتش 1 هكريت عليه مجموعه الفيلينز دي. اول حاجه هقول له فيلين 100 وبعد كده طبعا اول خطوه قلنا ترانسفيرنت. الخطوه الثانيه هكريت البرايفت او كريت سوري البرايمري فيلين واقول له ان هي نوعها برايفت فيلين. انهي نوع من الانواع دي؟ برايمري. تمام طب هكريت كمان فيلين اللي هي 200 واقول له برايفت فيلين. انهي نوع من الانواع دي؟ هخليها ايه دلوقتي؟ زي مثلا اتفقنا ان انا هخليها ايزوليت. طيب فيلين 300 واقول له برايفت فيلين هخلي نوعها ايه؟ كوميونيتي. فيلين 400 واخلي برضو هي كمان نوعها كوميونيتي. تمام يبقى هما دول الاربعه فيلين اللي احنا عملناهم. دي الخطوه الثانيه. تاني الخطوه الاولانيه هاجي على سويتش احوله لترانسبيرنت سويتش او في تي بي فيرجن 3. الخطوه الثانيه ان انا هكريت الفيلينز بتاعتي واحدد نوعها ايه. الخطوة الثالثة ان انا محتاجة دلوقتي اعمل association. association يعني ايه؟ احدد ان الفيلانز بتاعتي 200 300 400 كل ده مربوط في النهاية بفيلان كام؟ فيلان 100. يبقى انا محتاجة دلوقتي انزل على البرايمري فيلان واقول له برايفت فيلان. هلاقي في هنا اوبشن اسمه association. association يعني ايه؟ يا ترى الفيلان دي اساسا مربوطة بانهي فيلانز؟ هي مربوطة ب 200 300 400. يبقى دي الخطوة اللي بعديها. تمام كده انا خلصت الكونفيجريشن اللي ريليتد بالفيلانز نفسها. الخطوه اللي بعديها بقى محتاجه ان انا اربط كل فيلان اساسا او كل بورت بانهي فيلان. يعني على سبيل المثال في التوبولوجي ده هفترض مثلا ان البورت اللي رابطني بسويتش 4 ده برمسكيوس. هفترض ان ده اللي رابطني بالراوتر. هفترض ان سويتش 4 يعني هو ده الراوتر ويبقى ساعتها البورت ده حالته ايه؟ برمسكيوس. تمام ونلعب بقى شويه في الكونفيجريشن دي. على سبيل المثال هخلي ده ايزوليتد واللي فوق برضو ايزوليتد. ساعتها المفروض ان هما ما يوصلوش لبعض، يوصلوا بس لمين؟ للسويتش 4. نلعب شويه في السيناريو ده وبعد كده نبدا نغير. هاجي دلوقتي على الانترفيس اللي رابطني بسويتش 4 اللي هو اسر 0 اوفر 1 واقول له سويتش بورت مود برايفت فيلين. طب يا ترى انهي نوع؟ هو هوست ولا برمسكيس؟ لا انا هخلي نوع برمسكيس. بعد كده هقول له سويتش بورت برايفت فيلين. هو نوع ايه دلوقتي؟ هقول له هنا مابنج ان انا دلوقتي هربطه بانهي برايمري بانهي برايمري فيلين 100. طب انهي السكندري فيلينز اللي تقدر ان هي توصل له؟ 200 300 400 اللي هي الايزوليتد والاثنين الكوميونتي. كل دول هيقدروا يوصلوا للبرمسكيوس مود ده. تمام نفس الكلام بالظبط. هنزل تحت الانترفيس اللي رابطني بسويتش 2 وبسويتش 3 هنزل تحت اسر 1 اوفر 2 واقول له ان ده نوعه هوست ومربوط نوعه بايه؟ بالايزوليتد فيلان اللي رقمها 200. ونفس الكلام تحت الانترفيس اسر 1 اوفر 3 واقول له ان ده برضو مربوط بمين؟ بالايزوليتد فيلان اللي رقمها 200. تمام فاقول له انترفيس بدل ما ادخل على واحد واحد ممكن اقول له رينج 1 اوفر 2 واسر 1 اوفر 3 واقول له سويتش بورت مود برايفت فيلين. برايفت فيلين اللي هيبقى نوعها هوست. سويتش بورت برايفت فيلين. تمام هوست اسوسيشن انا دلوقتي مربوط بمين؟
بالفيلن اللي رقمها 200. البرايمر الاول وبعد كده السكندري فيلن اللي رقمها 200. تمام الادان بس وبعد كده بس نتست. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. البرايفت فيلن لو تقصد ان هي الاوامر نفسها موجوده ورغم كده اساسا مش بتشتغل، هو الاي او اس او الاي او يو الفيرجن الاي او يو اللي انا كنت شغاله عليه قبل كده كان ليميتد في شويه حاجات زي اللير 3 استر شانل وزي البرايفت فيلن. تمام هو كان ستيبل يعني على عكس الاي او يو اللي انا شغاله عليه دلوقتي الاستابيليتي بتاعته تعبانه جدا، يعني في حاجات فعلا ببقى متاكده ان انا شغاله فيها صح وبلاقي البرفورمانس فيها متغير شويه، بس الميزه اللي فيه انه بيسبورت تقريبا كل حاجه انما الاستابيليتي بتاعته تعبانه. الاي او يو اللي كنت شغاله عليه قبل كده الاستابيليتي بتاعته كانت عاليه جدا بس مشكلته ان بس زي ما بقول لك لير 3 استر شانل والبرايفت فيلان كان بيعمل فيهم مشاكل كتير. الامر ذات نفسه موجود بس ولا كاني عملت اي حاجه. تمام فحاولوا يعني طالما انتم بتبلدوا لاب مثلا ممكن تشغلوا الاي او يو القديم على كل التوبولوجيز ما عدا لير 3 استر شانل وما عدا ده، يعني النهارده انتم شفتهم بنفسكم التوبولوجي ما فيهوش اي مشاكل، جاست بس ان انا دلدت الانترفيس ده ووصلته تاني بين الاثنين اشتغل عادي. حاضر هنشوف دلوقتي شو رانينج هنشوف كل حاجه ما تقلقش. تمام فهمت قصدك. طيب هقول لك على حاجه شو رانينج انكلود فيلان. المفروض دلوقتي الفيلانات هتظهر هنا ظهرت كلها. تمام هو انا اساسا ليه حولته لسويت لترانسبيرنت؟ الترانسبيرنت قلنا تاني لسببين. السبب الاولاني ان اساسا اغلب الادمنز بيخلوا البرايفت فيلانز او اللي هي الفيلانات السكندري فيلانز في الرينج بتاع الاكستندد. تاني حاجه لو انا كنت شغاله دلوقتي سيرفر او حتى كلاينت احنا كنا قلنا قبل كده ان الفيلانات ما بتظهرش اصلا في الرانينج كونفيج. مين الوحيده اللي بتظهر في الرانينج كونفيج؟ هي مين؟ الترانسبيرنت، وعشان كده ظهر عندي. فطالما ما ظهرتش عندك يبقى انت اصلا عندك مشكله ان انت ما حولتش السويتش بتاعك لترانسبيرنت. تمام واللي هو المفروض اساسا يدي ايرور لو انت حاولت ان انت تكريته برايفت فيلان من غير ما تحوله لترانسبيرنت، اساسا هيدي ايرور يا اما في تي بي فيرجن 3 يا اما ترانسبيرنت عشان ما يديش ايرور. تمام وعشان افيريفاي عندي امر شو فيلان برايفت فيلان. لقيت فعلا دلوقتي ان انا عندي البرايمري فيلان اللي هي 100، الايزوليتد 200، الكوميونتي 300 و400. انهي انترفيسز دلوقتي اسر 0 اوفر 1 تبع الايزوليتد؟ ثانيه واحده انا خليت 1 اوفر 2 و 1 اوفر 3 هي اللي تبع الايزوليتد، امال لي اسر 0 اوفر 1 تبع الايزوليتد؟ لان دي برمسكيس والبرمسكيس اساسا شغال على الكل. تمام ريليتد بالكل. تعالوا بقى نتست دلوقتي لو جيت ابنج على برودكاست. تمام سويتش طبعا 1 انا مش حاطه بس عليه انترفيس فيلان 100 مش حاطه عليه اي بي يعني. تمام عشان كده اداني هنا ايرور في البنج. هنا سويتش 2 وصل ل 4 اللي هي البرمسكس، سويتش 3 وصل برمسكس، سويتش 4 وصل ل 2 ووصل ل 3. جاست بس ان انا هاجي على السويتش ده هنزل تحت الانترفيس فيلان 100 وادي له اي بي ادرس. تاني كده البرايمري فيلان واخدين بالكم ان هي قدرت توصل لمين؟ حتى البرايمري فيلان ما قدرتش اصلا ان هي توصل للبرمسكس، ما قدرتش سوري توصل للايزوليتد، قدرت توصل لمين؟ للبرمسكس بس. وكل واحده من الايزوليتد قدرت برضو ان هي توصل للبرمسكس بس، حتى البرايمري ما قدرتش ان هي توصل لها. البرمسكس قدرت توصل ليهم كلهم سواء البرايمري فيلان او الاثنين الايزوليتد. ده اول سيناريو. ندخل في السيناريو اللي بعديه. يبقى احنا تاني السيناريو الاولاني خليت الاثنين دول ان هما ايزوليتد تخليها برمسك زي ما هي. تمام السيناريو التاني هاجي اخلي دي تحت كوميونتي واخلي دي تحت نفس الكوميونتي، يبقى ساعتها المفروض سويتش 2 وسويتش 3 يقدروا ان هما يوصلوا لبعض ولا لا؟ نجرب الكلام ده كده على سويتش 1 هقول له انترفيس ديفولت او ديفولت انترفيس رينج
بدل ما اقعد امسح الاوامر يعني بايدي اسر 1 اوفر 2 واسر 1 اوفر 3. رجعت كل الكونفيجريشن اللي عليهم على ديفولت شو رانينج على الانترفيس اسر 1 اوفر 2 كل حاجه رجعت على ديفولت. ندخل بقى تحت الانترفيس رينج ونخليهم الاثنين تحت نفس الكوميونتي فاقول له سويتش بورد مود برايفت في لان اللي نوعه هوست سويتش بورد برايفت في لان الهوست اسوسيشن انا هربطهم دلوقتي بمين؟ القيمه الاولانيه اللي مطلوبه مني البرايمري في لان، القيمه الثانيه اللي مطلوبه مني اللي هي الفي لان اللي هي الكوميونتي في لان، فالاثنين كده تحت نفس الكوميونتي في لان. فالمفروض دلوقتي ساعتها سويتش 2 وسويتش 3 يوصلوا لبعض ويوصلوا كمان لسويتش 4 وسويتش 4 يوصل ل 2 ويوصل ل 3. البرايمري يوصل لمين؟ لسويتش 4 بس لان دي البرايمري او دي سوري البرميسكيس بتاعتي. بنج على برودكاست البرايمري فعلا قدرت توصل للبرميسكيس بس. لو رحت على سويتش 2 سويتش 2 قدر يوصل ل 3 و 4 سويتش 3 قدر يوصل فعلا لاتنين واربعة سويتش اربعة قدر يوصل ليهم كلهم تمام. طب نجرب السيناريو التاني. هاجي على سويتش اتنين دي في كوميونيتي اللي رقمها 300 هاجي على دي واخليها في الكوميونيتي اللي رقمها 400 يبقى ساعتها مين هيقدر يوصل للتاني؟ تلاتة يوصل للبرميسكس اتنين يوصل للبرميسكس واربعة يقدر يوصل لهم كلهم وطبعا البرايمري يقدر يوصل للبرميسكس بس. نجرب السيناريو ده. هنزل تحت الانترفيس اسر 0 اوفر هو كان مربوط اسر 1 اوفر 2 واقول له سويتش بورد هي اوريدي المود بتاعها برايفت فاقول له بعد كده برايفت في لين هوست اسوسيشن 100 وبدل ما هي 300 خليها مربوطه ب 400. البرايمري قدرت توصل للبرميسكس بس اتنين لسه بيكونفرش استنى ما يكونفرش بدأ هو يشتغل عشان بس الفيتشرز عليه وصل فعلا للبرميسكس بس تمام. طبعا هو بس بيكونفرج بيطول ليه في الكونفرجنس عشان الاسبانينج تري ساعتها انت ممكن تيجي على البورت ده اساسا تحوله البورت فاست عشان يتحول من البلوكينج للفورورد في النو تايم تمام بدل ما تستنى الفتره دي. فعلا سويتش 2 وصل لأربعة بس ما قدرش يوصل لتلاتة، تلاتة قدر فعلا يوصل لأربعة بس عشان برضه سويتش 2 ما كانش لسه ام عشان نفيرفاي فعلا ان هو يوصل فعلا لأربعة بس تمام. سويتش 4 كان لسه 2 ما قامش كده هيقدر يوصل لهم كلهم لواحد واتنين وتلاتة والبرايمري تاني ما بيقدرش ان هو يوصل الا للبرميسكس بس تمام. اخر حاجة بقى نعملها هنا هاجي مثلا هنا على سويتش اتنين وبدل ما هو دلوقتي يكون كوميونيتي هخليه ايزوليتد عشان فعلا نتأكد ان الايزوليتد عمره ما هيقدر ان هو يوصل عشان اقدر فعلا اتأكد ان هو عمره ما هيوصل للكوميونيتي. فهاجي هنا على سويتش وان واقول له هنا ان انا هربطه بفيلان 200 ما هي فيلان 200 دي هي اساسا الايزوليتد بتاعتي. تو فيريفاي شو فيلان برايفت فيلان تمام اسر 2 تبعها اسر 1 اوفر 2 او فيلان 200 سوري تبعها اسر 1 اوفر 2 فيلان 300 الكوميونتي تبعها اسر 1 اوفر 3 وطبعا 1 اوفر 3 1 اوفر 0 اوفر 1 تبع كل الفيلانات. نفيريفاي البرايمر هيوصل البرميسكس بس اتنين لسه بيكونفرش استنى لغايه ما يكونفرش بدا يشتغل اهو تمام. اتنين هيوصل للبرميسكس بس تلاته هيوصل للبرميسكس بس اربعه هيقدر يوصل لهم كلهم تمام. في حاجه بقى انا افترضت في السيناريو اللي انا عملته لكم ده ان سويتش اربعه هو ده الراوتر بتاعي
وعلشان كده خليت سويتش 1 مربوط بسويتش 4 بنوع برمسكس. طب انا هفترض دلوقتي ان سويتش 1 هو ذات نفسه اساسا ده اللاير 3 سويتش، ده المولتي لاير سويتش بتاعهم، ده اللي هيطلعهم انترنت. يعني المفروض الجيت واي بتاعهم ما يبقاش الراوتر، المفروض الجيت واي بتاعهم كلهم يبقى مين؟ سويتش 1 هو ذات نفسه. الكونفيجريشن هتبقى مختلفة شوية. ازاي؟ هاجي ساعتها على سويتش 1 على الانترفيس اللي انا حاطه عليه الاي بي اللي هو انترفيس في لان 100، واقول له برايفت في لان مابنج. انا دلوقتي جوه في لان كام؟ 100. هقول له اد انهي في لان؟ 200 300 400. تمام، هضيف عليها 200 و300 و400. فالكونفيجريشن الى حد ما هتبقى مختلفه شويه. اوكي، ها لو في اي اسئله قبل ما نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت بس كل حاجة على ديفولت. تمام، دلت كل الفيلانات اللي موجودة على سويتش 1. شو فيلان بريف، رجعت كل حاجة على ديفولت وكل الانترفيسز رجعت على ديفولت فيلان. ورجعت تاني على سويتش 2 وسويتش 3 وسويتش 4، كل الانترفيسز رجعتها تاني للسويتش بورد. فاللي انا هعمله دلوقتي هتعامل معهم كلهم كأنهم سويتشد، كأنهم سويتشز. هاجي على سويتش 1 ده اشغل عليه VTP فيرجن 3، وارجع تاني اكريت الفيلانات. المفروض دلوقتي ان الفيلانات اللي اتكريتد هتسمى على بقيه السويتشز كلها. خدوا بالكم من حاجه، في الفي تي بي فيرجن 1 وفيرجن 2 الفيلانات ما كانش ينفع الا ان انا اروح على كل سويتش مانيوالي واكريت الفيلانات بايدي، لكن فيرجن 3 اتفقنا ان هو عمل انهانسمنت كبير سواء في البرايفت فيلان سواء في المالتيبل سبانينج تري بروتوكول اللي هنشوفه كمان شويه باذن الله. فتعالوا نعمل الكلام ده كده. اول خطوه طبعا عشان اقوم دلوقتي السويتشز بتاعتي لازم اعمل ترانك، واقول له هنا انترفيس رينج ايثر 1 اوفر 2 اوفر 1 1 اوفر 3 3 اوفر 1 0 اوفر 1 1 اوفر 0، واقول له هنا سويتش بورد ترانك انكابسوليشن، هشتغل ببروتوكول الدوت 1 كيو سويتش بورت مود، زي مثلا هعمله هارد كود ان هو يشتغل ترامب. شو انترفيس ترانك دي 1 2 3 4 5 6. شو انترفيس ترانك، حصل ترانكينج على تو انترفيسز بتوعه. شو انترفيس ترانك نفس الكلام، لان طبعا الترانكينج بتاعي لو مش قايم البروتوكول اساسا الفي تي بي مش هيشتغل، فلازم افريفاي الاول ان الترانكينج بتاعي شغال. الخطوه اللي بعد كده عشان اقوم في تي بي فيرجن 3 كنت جاست ان انا بقول له في تي بي الاول دومين، زي مثلا هخلي الدومين بتاعي دومين سيسكو، سيسكو لسه ما سمعش، طيب عشان يسمع كده اضربه الابديت كريت له اي فيلان، وبعد كده ادلت الفيلان دي. شوفي تي في ستيتس، في حاجة I'm not sure منها. شو في تي بي ستيتس، سويتش لسه ترانسبيرنت، في تي بي مود سيرفر، رغم ان انا مسحت كل الكونفيجريشن ورستت السويتش عشان يرجع على الديفولت، الا ان هو ستيل برضه لسه في كونفيجريشن استقع عليه، فده اللي خلى اسم الدومين بتاعي ما يتباعش. تمام،
انا كده رجعته تاني سيرفر دومين سيسكو. نتأكد المرة دي كده شو بي تي بي ستيتس عملته على اي سيرفر فيهم يبدأ انه يسمع ده سيرفر وده سيرفر بدأ يسمع هنا اهو. عملت انا الكونفيجريشن بايدي بدل ما استنى لغايه ما يسمع. تمام، كانت المشكله بس ان السويتش ده رغم ان انا رسيت كل الكونفيجريشن ودلت كل حاجه وعملت له ريلود بس كان لسه مسمع ان هو ترانسبيرنت. دي زي ما قلت لكم مشاكل الاي او يو. تمام، المهم دلوقتي ان كل السويتشز بتاعتي بتتفق على نفس اسم الدومين نيم. الخطوه اللي بعد كده في تي بي فيرجن 3 هخلي على كل السويتشز بتاعتي في تي بي فيرجن 3 2 3 4 كده سمع عليهم كلهم في تي بي فيرجن 3. تمام، لسه لي خطوة واحدة بس ان انا اجي على اي سويتش منهم واخليه هو ده البرايمري بتاعي. تمام، لان احنا اتفقنا اساسا ان السيرفر فيه نوعين برايمري وسكندري، فانا هاجي مثلا على سويتش 1 واخليه هو البرايمري. كنت باجي في الكونفيجريشن مود واقول له في تي بي برايمري بالنسبه للابلكيشن اللي هو الفي لين. بيديتكت دلوقتي لو انا عندي برايمري ولا لا. كونفيرم كده في عندي فعلا برايمري سيرفر والمفروض ان كلهم بيوافقوا عليه. فعلا كلهم عملوا له ديتكت اهو، هيطلع تيست لوج عندهم كلهم انهم وافقوا عليه ان هو يبقى البرايمري. تمام، هاجي دلوقتي على سويتش 1 نكريت الفي لين اللي نوعها ايه برايفت في لين. فاول حاجه هقول له في لين سي مثلا 100 واقول له برايفت في لين نوعها برايمري. السيرفر اللي قدامي ده او السويتش اللي قدامي ده سيرفر دلوقتي، لو انا دلوقتي كنت شغال على في تي بي فيرجن 1 او 2 كان هيديني ايرور يقول لي ان السويتش ده ماست الاول يتحول لترانسبيرنت. تمام، ونفس الكلام في لين 200 هقول له ان هي برايمري برايفت في لين نوعها ايزوليتد، في لين 300 نوعها كوميونيتي، في لين 400 نوعها كوميونيتي برضو، وبعد كده فيلان 100 واقول له برايفت فيلان الاسوسيشن بتاعها مربوطه ب 200 300 400. تمام، لو قلت له دلوقتي شو فيلان برايفت فيلان على كل السويتشز، لو رحت على كل السويتشز لقيت فعلا شو فيلين برايفت فيلين فعلا الفيلانات كلها اتنقلت عندي. مين برضو هنا في الحالة دي ستيل برضو مش هيتنقل اللي هي المابد انترفيسز، يعني لو انا خليت مجموعة من الانترفيسز تابعة فيلان معينة برضو ده الكلام ده برضو مش هيتنقل، يعني زي فيرجن 1 وفيرجن 2 في الحتة دي. الحاجة الوحيدة اللي بتتنقل هي مين البرايفت فيلان ذات نفسها. تمام، طيب في حاجة تانية اخر حاجة بس هاجي بس على اي بورت كده انتر 1 اوفر 2 انتر 1 اوفر 2 لو قلت له بس سويتش بورت مود برايفت في لين هخليها مثلا نوعها برمسكس مثلا، وبعد كده اقول له سويتش بورت برايفت في لين ماب 100 وهيدخل لها 200 300 400.
دلوقتي شو VLAN او شو انترفيس. تيسر 1 اوفر 2 سويتش بورت. دي طريقه ثانيه عشان افريفاي بيها. هلاقي هنا بيقول لي ان الادمنستريتيف مود بتاعي ان هي نوعها برايفت VLAN هوست اسوسيشن انا مربوط او سوري الماب لمين هي نوعها كده برمسكس مربوطه ب 100 و200 و300 و400. تمام. هوست اسوسيشن دي لو كان نوعها هوست مش برمسكس وكان هيقول لي هنا ان هي مربوطه بانهي VLAN بالظبط. يبقى دي الطريقتين اللي انا بفريفاي بيهم. اول طريقه شو VLAN برايفت VLAN. الطريقه الثانيه شو انترفيس وحدد الانترفيس سويتش بورد. هيحدد لي ساعتها ان الادمنستريتيف مود ان هي نوعها برايفت VLAN سواء هوست او برمسكس. تمام. ده الحوار بتاع البرايفت VLAN كله. لو في اي اسئله بقى.